أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا اكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب حلالا طيبا
واتقوا الله.